السلام عليكم، غادي نقدم لكم لا غوسيت نتاع المادلين. ثلاثة نتاع البيضات، واحد يوغور، وبهذاك يوغور اللي غادي نضيفوه على البيض غادي نعبرو به زوج نتاع العلب خاويين نتاع السكر، ونضربوا معاه ثلاثة نتاع البيضات مع السكر وواحد العلبة نتاع الزيت فوق النص ماشي عامر، ونضربوهم مزيان مزيان، ضربوهم الوغ نضيفوا ليهم قشور تاع نضيفوا ليهم قشور تاع الليمون وزوج معلقات كبار نتاع عصير ليمون، ونضيفوا بعدو الدقيق مع الخميرة نتاع الحلوة إلا كنا في المغرب زوج نتاع ألزا حمر، في إسبانيا اللي معروفة كنديروها هي كنا كنديروها هي نتاع ليبادورا الرجال وحدة حمراء. ومن بعد غادي نضيفو الفارينة مغربلة مع هاد الخميرة ونخلطو مزيان مزيان. الو درنا ثلاثة نتاع البيضات، زوج تاع السكر، ثلاثة نتاع الفارينة، واحد الخميرة، قشور تاع الليم، وزوج معالق كبار تاع عصير الليمون، وواحد نتاع الزيت فوق النص يعني من العلبة اللي كنعبرو بها. وضربنا كل شيء يعني مع هذاك دانون، نضربو كل شيء ونخليو الخليط ساعة كاملة في الثلاجة. ملي غادي يكون صافي ساعة كاملة غادي نخرجوا الخليط نحركوه شويه، نكونوا سخنا الفران 180 درجه، ونديروه في الكويختات ونرشوا عليهم السكر ونديروه في الفران، وان شاء الله يخرجوا لكم مزيانين هكذا كيخرجوا، ولا احسن كاع ان شاء الله زوينين. السلام عليكم.